اتفقناش على كده. لا ما اتفقناش على كده. خلاص ده؟ ايوه يا فندم. ده تليفونها مش كده؟ ايوه. معاك الباسورد بتاعها؟ مش معايا. بس تقريبا هتلاقيها عامله تاريخ ميلادها او تاريخ ميلاد مامتها. طب جرب كده يمكن تعرف تفتحها. ممنوع فضل. اوعوا دي بنتي اوعوا. بنتي فين؟ عملت ايه في بنتي يا عمر؟ فين بنتي يا عمر انت؟ احنا برضو اللي عملنا. امال ايه؟ تقصد ايه؟ اتكلم. اسال مراتك. مالها مراتي يا عمر؟ مالها مراتي انت؟ اللي تخطف ابنها وتعمل الفيلم ده كله عشان تحبس ندى وتبعي لك حريم؟ مش بعيد انها تعمل اي حاجه. بتقول ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ فين بنتي؟ انا عايز بنتي. محدش له مصلحه ان يقتل ريم غيرها. ريم اللي كشفت لعبتها هي والواد اللي معاها. مين جاويش؟ ده زميلها في الجامعه وكان المفروض انه هيقابلني عشان يتقدم لها. طب اقرا الرساله دي كده. ندى فين يا عمر؟ ندى فين؟ ريمي حزن. ايوه حبيبتي بس مش هينفع. انت عمرك ما وعدتني بحاجه وما عملتهاش. عايز اروح لريمي. حاضر. في الموسيقى والقضاء عليها الموت.
قال لله شدي حيلك.
قبل الله يا عم الشيخ. كل ده عشان اتقلبت تحت المكنة؟ ما لو كنت اتكسرت كنت هتعمل ايه؟ تعمل عمرة؟ ما انت ما تعرفش حاجة، ان رولا ستر ربنا كان زمانك بتترحموا عليا دلوقتي. ما قلت لك هات لي نمرة الميكروباص اللي خبطك وانا احطه لك في المحضر واجيب لك حقك. نمرة مين يابا وانا ادري بحاجة؟ ده انا فجأة لقيتني تحت المكنة والناس بتشدني. اقسم بالله شفت الموب بعناي. قلت لك شغلانة خاطر يا ماني، اشتغل معايا احسن. لا يابا حد الله بيني وبين شغلك. طب طالما حد الله بينك وبين شغلي، كان في موضوع كده كنت عايز افتحك فيه من بعد جوازتي من اختك، بس كنت مستني شويه. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا جمال، حمد اخويا ده راجل محترم ما بياكلش حق حد. ما انا عارف يا مشمش. انت كنت عايز تتكلم في النقطه صح؟ اكتر حاجه بتعجبني في ماني نبهته. بص يا حمدي، معظم يا اخويا كده الناس اللي جم الفرح كانوا جايين يردوا نقطه عليهم لجمال، ده غير اللي كانوا جايين يردوا جمال كان عاملها معاهم. وبعدين انا عارف ان في ناس جت نقطتك، بس دول ما يتعدوش على الصوابع، والفيديو موجود نتفرج عليه، واللي ليه حق ياخده. حق مين يا ابو حق؟ ليه كده يا مني؟ ده احنا بناخد وند مع بعض في الكلام يا اخي. النقطه دي بتاعتي ومن حقي. وده ليه بقى ان شاء الله؟ ليه؟ عشان ما دفعتش مهر. ليه؟ عشان قلت لي هجيب شقه، وقبل الفرح بساعه قلت لي اقعد معاكم كام يوم لحد ما ادبر مطرح. ليه كمان؟ عشان اتجوزت اختي بلوشي. انت عايز تمن اختي؟ لا بقول لك اتكلم عدل عشان عيب. بالراحه يا حمدي، خش جوه دلوقتي يا جمال، خش جوه، ابوس ايدك، بلاش فضايح. شايفه عامل ايه؟ شايفه. والنبي يا حمدي عشان خاطر اختك يا اخويا، خش جوه، انا جايه لك. خش. ماشي يا حمدي. في يا حمدي؟ ما تصلي اخويا على النبي. ياخدك واتاكل من هنا، ونقطه مش هينون مالها مليم. كفايه اني سبت لك لقطتك من مدام ندى. حاضر اخويا حاضر. يلا بينا. هو كده خلاص؟ طب خلونا قاعدين معاها شويه كمان. يلا يا ندى، يلا حبيبتي. يلا يا ندى. يلا رنا مستنيين. يلا انت عارف لو اللي في دماغي طلع صح انا هعمل ايه؟ لو اللي في دماغك طلع صح انا اللي هقتلها بايدي يا ندى. الشقة ساعة البيع. أنت متأكد إنه جوه؟ أيوه متأكد ساعة البيع، هو جوه الشقة، ما خرجش من امبارح. هو مفيش حد قاعد معاه هنا ولا إيه؟ أصل عدم لمؤاخذة ساعة البيع، هو قاعد لوحده عشان أبوه بيسافر الخارج، وأمه متجوزة غير أبوه، وأمه بتيجي تطل عليه مرة في الشهر أو مرتين. أكسر الباب. قوم يالا، قوم يا ابني انت، قوم يالا. ايه ده؟ ايه ده؟ ناموسيتك كحل يا امور. يلا قوم قوم استر نفسك. ايه ده؟ ايه ده في؟ انا ما عملتش حاجه. لا يا راجل، ده بيحلف كده؟ والله العظيم. انت صدقت اروح ماما ولا ايه؟ حلو ده، الشوكولاتة دي بتاعتك يالا، خليها معايا هتنفع. ايه ده؟ انت معاك اذن يابا اصلا؟
هاتوه. هاتوه فين يا باشا؟ يا باشا هاتوه فين يا باشا؟ يا باشا استنى يا باشا. يا باشا هاتوه فين بس؟ يا باشا طب حضرتك ثانية طيب. يا باشا يا باشا ثانية يا باشا. يا وحشتيني قوي يا ماما. وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني. الله امال فين ريم؟ ما جاتش معاك ليه؟ هي مامي مالها؟ تعالي يا حبيبي. مامي مالهاش، مامي بس تعبانه شويه. بعد اذنك خدي رنا خشي جوه. رنا تيجي ندخل جوه؟ مش لما اعرف ريم فين. بقول لك ايه؟ تعالي نعمل صلاه. يلا تعالي معايا. الكلمتين دول هيريحوني تبقى غلطان. يا حبيبتي تعالي نخش نريح كل شوية. أيوة رمزي بيه. لا سامع حضرتك. تمام. تمام. لا بص حضرتك النهارده صعب جدا انها تجيلك، يعني يا ريت لو نأجل الموضوع يومين ثلاثة لغاية مع عصابة تهدى. ماشي يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. قبضوا على جويش. مش جاويش اللي عمل في بنتي كده. اللي عمل في بنتي كده انا عارفه كويس. الحمد لله على السلامة يا بيبي. قلقتني عليك. البقية في حياتك. أنا ما كنتش عايزة أسيبك وكنت عايزة أجيلك. وإيه اللي منعك؟ بصراحة خفت. خفتي من إيه؟ من المجنونة يا أخويا اللي أنت كنت متجوزها. لا تقولي إن أنا فرحانة ولا شمتنا فيها. وأنا ورحمة الغاليين زعلانة ومقهورة على اللي حصل لبنتك. واضح. أنت عندك شك في كده ولا إيه؟ مايا انا تعبان، مفيهاش دماغ لا اشك ولا حتى افكر. انا عايز انام. لما اصحى بقى اقعد مع نفسي عشان افكر واعيد حساباتي. تعيد حساباتك في ايه بالظبط؟ مش كلمت مازن وحكالك على اللي حصل؟
كلمته عشان ما كنتش بترد على التليفون. كنت عايز اعرف هي اتقتلت ليه وازاي؟ ما انت فرقعتها في وشي وجريت. وطمنتي خلاص؟ تقصد بايه اطمنت؟ انهم مسكوا ابن الحرام اللي عمل فيها كده. ادخل يا ابني. اللي انت عامله ده، احنا بنقابل ضيوفنا كده؟ ده حتى عيب. فك يا ابني الاسوره اللي في ايده دي. جاويش ده ابن ناس، ولاد الناس ما يتعملش فيهم كده، فاهم ولا لا؟ فاهم يا فندم. خد الباب في ايدك وانت خارج وهات لنا 2 شاي كشري. ولا مالكش في الكشري؟ فتله؟ هات له يا ابني 1 فتله سكر زياده. حاضر يا فندم. اي اوامر تانية؟ شكرا، اتفضل. واقف ليه؟ ما يلا بسم الله. اتفضل اتفضل. السهره لسه هتطول وهتجوع. ولا انت معدتك فرافيري مالكش في الاكل الشعبي ده؟ اجيب لك بيتزا؟ بعد اذنك انا عايز اكلم مامتي او بابايا. هيحصل هيحصل، مستعجل على ايه؟ هخليك تكلم بابا وماما وعمته وخالته وكل اللي انت عايزه، وهخليك تكلم عمه كمان. بس ما ينفعش نقلقهم على كلام فاضي. حتى حرام نقلق ابوك ونخليه يسيب شغله ويجي على ملا وشه ويقطع تذكره من الكويت. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه نعمل لك قضيه بالبتاع التافهه دي؟ ده حتى عيب في حقي يا اخي. انت ابن ناس يا جاويش، عارف يعني ايه ابن ناس؟ يعني ما ينفعش يضيع مستقبلك عشان حته حشيشه تافهه زي دي. طب اقول لك على حاجه؟ وادي حتة الحشيشة اهي، ولا كأني شفتها ولا لقيتها عندك. ايه رأيك بقى؟ أظن ده أحلى واجب ممكن يتعمل معاك. يلا حبيبي، أنت كمان وجب معايا وهات من الآخر وقول لي قتلتها إزاي؟ هي مين دي اللي قتلتها؟ اللي مخربشاك في دراعك؟ ريم؟ ايوه اسم الله عليك، هي يا ريم. مش مصدق، والله العظيم ما مصدق. ريم؟ ريم ماتت؟ ولا جو الصعبانيات ده وانك مصدوم ومسبهل واول مره تعرف ما بياكلش معايا. خليك حلو وتعالى لي في الدغري.
بس انا بعت لها مسج قبل الحادثه بنص ساعه وقلت لها انك عارف انها قاعده لوحدها وانك جاي لها في الطريق. حصل، بس هي كلمتني قالت لي ما تجيش عشان خالي ومراته جايين. طب والمسج اللي قبل منه؟ احب اقراه لك من على تليفونها ولا تليفونك؟ اقراه لك. التلات اللي فات عورتيني وفلتتي منها، التلات اللي جاي انا اللي هعورك. تعرفش حرام ولا عيب.